النهارده احنا هنتكلم عن الكيميكال بروبرتيز او الخصائص الكيميائيه للكربوهيدرات. الكيميكال بروبرتيز بتقول ايه؟ الكيميكال بروبرتيز او الخصائص الكيميائيه للكربوهيدرات. اول خاصيه عندنا بتقول ان المونوساكرايد ممكن تكون استر. الخاصيه رقم 2 ان المونوساكرايد لها ريديوسنج باور، يعني لها قوه اختزاليه، يعني لو حطيتها على محلول ممكن تعمل له اختزال. الخاصيه رقم 3 ان ممكن يحصل لها اكسدة. والخاصية رقم 4 ان ممكن يحصل لها ريدكشن، يعني اختزال. والخاصية الثالثة والرابعة دول انا هأجلهم للاخر خالص لان هم يعتبروا من ضمن الكيميكال بروبرتيز وفي نفس الوقت بداية الدرس اللي بعد، فنشرحهم في اخر الحصة ويبقى كده كأننا شرحنا الدرسين مع بعض وخدنا الجزء ده مع الجزء ده. من ضمن الخصائص برضه الخاصية رقم 5 وهي تكوين أوزازون، أوزازون فورميشن، ونعرف يعني إيه أوزازون حالي. الخاصية رقم 6 إن ممكن يحصل لها ديهايدريشن أو جفاف. وآخر خاصية إن ممكن يحصل فيرمنتيشن، يعني تخمر. ناخدهم مع بعض واحدة واحدة. أول خاصية عندنا هي خاصية الإستر فورميشن. علشان نتكلم في خاصية الإستر فورميشن أو تكوين الإستر لازم نعرف الأول كلمة استر معناها زي البحر، وتبقى الرابطة اللي هتمسك الحمض والبحر يبقى اسمها استر بوند. يبقى الاستر هو حمض وبحر اسيد زائد الكحول، والاتنين يمسكوا مع بعض هتبقى الرابطة اللي ممسكاهم اسمها استر بوند. من خصائص المونوساكرايد انها ممكن تكون استر. مونوساكرايد زي مين؟ اديني مثال. مثال مثلا الكربوهيدرات هنقول الجلوكوز. الجلوكوز في السايكل الفورما كان بالمنظر ده كده، كربونه 1 2 3 4 5 6. ده كده الجلوكوز. ادي الكربونة 1 2 3 4 5 6. من خصائص المونوساكرايد ان هي ممكن تكون استر. طب هي هتبقى ساعتها المونوساكرايد بتقوم بدور الحمض الاسيد ولا بتقوم بدور الكحول؟ لا، هتقوم بدور الكحول. ليه؟ لان فيها الاو اتش. برافو عليكم. الاو اتش دي بنسميها هيدروكسيد جروب او الكحول جروب. طب يبقى احنا كده عرفنا ان المونوساكرايد ممكن تشتغل ككحول، وده لان هي تحتوي على الالكحول الجروب اللي هي الاو اتش. طيب هتيجي تمسك مع اسيد، مين المثال اللي موجود عندنا؟ المثال اللي عندنا الفوسفوريك اسيد. الفوسفوريك اسيد رمزه مش عليكم بس انا هوضح لكم بس ايه اللي بيحصل. ده الفوسفوريك اسيد ماسك مع 3 او اتش وماسك ودبل بوند مع اكسجين. كويس قوي. طب دلوقتي ده كده اسيد اسمه فوسفوريك اسيد. الفوسفوريك اسيد ده لو جه يمسك مع الجلوكوز هيمسك ازاي؟ قال والله لما جينا نبص في الجسم البشري لقينا ان في عندنا مركبين اتنين، واحد اسمه جلوكوز واحد فوسفات. يعني الفوسفات ماسك في الكربون رقم كام؟ واحد. وفي مركب تاني اسمه جلوكوز 6 فوسفات، يعني الفوسفات ماسك في الكربون رقم كام؟ رقم 6. قال والله الاحتمالات اللي موجوده عندنا في الجسم البشري ان الفوسفوريك اسيد ده يبقى ماسك مع الكربونه الاولى يبقى ماسك مع الكربونه الاخيره. لو ماسك مع الكربونه الاولى هيبقى اسمه جلوكوز 1 فوسفات، ولو ماسك مع الكربونه الاخيره يبقى جلوكوز 6 فوسفات. قاعده هنثبتها من دلوقتي وطول ما احنا شغالين. لما اجي امسك لحضرتك مركبين اتنين مع بعض هسألك سؤال،
عشان المركبين يمسكوا مع بعض لازم افضي من ده مكان ومن ده مكان عشان اعرف اكون ما بينهم رابطه. فعشان نمسك اي مركبين مع بعض بنشيل من وسطهم ميه. اتفقنا؟ القاعده اللي هنمشيها في الكيمياء ان اي مركبين هيمسكوا مع بعض لازم اطلع من وسطهم ميه. طيب ميه اتفقنا قبل كده يعني ايه؟ H2O. تمام؟ طيب انا عندي ده كده الجلوكوز اهو وعندي ادي الفوسفوريك اسيد، انا عايز امسك ده مع ده هنطلع من وسطهم ميه، واتفقنا ان ميه يعني H OH. هاخد الH من هنا اهي بقت الاكسجين عايزه رابطه، وهاخد الOH من هنا من الفوسفوريك اسيد بقى الفوسفات عاوز رابطه يروح ماسك الاثنين مع بعض، اصبح ده كده جلوكوز واحد فوسفات. المركب ده استر ولا مش استر؟ استر. لان اتطبق فيه شروط ولا ما اتطبقش؟ عندي كحول وعندي حمض. الحمض اللي هو الفوسفوريك اسيد والكحول اللي هو الجلوكوز والاثنين مسكوا مع بعض برابطه، اهي الرابطه دي هنسميها استر بوند. يبقى اول خاصيه من خصائص المونوساكرايد ان هي ممكن تكون استر، واستر يعني كحول مع حمض. فين الحمض؟ اللي هو الفوسفوريك اسيد. فين الكحول؟ اللي هو المونوساكرايد. قلنا عليه كحول لانه بيحتوي على الكحول الجروب اللي هي الاوريج. في مشكله في الكلام ده؟ طيب ايه رايكم لو حبينا نعمل جلوكوز 6 فوسفات هنعمله ازاي؟ هنصوره ولا هنعمله فيديو؟ ايه عايز تسجل صوت سجل اقفل يا عبد الرحمن طبعا عايزين نمسك الفوسفات مع الكربونه الثابته نفس الفكره هنشيل هيدروجين من الكربونه الثابته مع الاو اتش دي ونمسك الاثنين مع بعض اصبح اسمه جلوكوز 6 فوسفات. يبقى اول خاصيه عندنا اسمها استر فورميشن. الاستر يعني حمض وكحول اسيد والكحول. الاسيد اللي هو الفوسفوريك اسيد كمثال، والكحول عندنا اللي هو المونوساكرايد واعتبرناه كحول لانه بيحتوي على الكحول الجروب اللي هي الاو اتش. والرابطه اللي ما بينهم هيبقى اسمها استر بوند. المثال بتاعنا جلوكوز 1 فوسفات وجلوكوز 6 فوسفات. ادي اول خاصيه عندنا، فيها مشكله؟ طيب الخاصيه رقم 2 اللي هنتكلم فيها ان الكربوهيدرات لها ريديوسنج باور. يعني ايه ريديوسنج باور؟ يعني لها قوه اختزاليه، يعني ممكن تختزل اي محلول تتحط فيه. بمعنى خدته في البايو فيلنج وبنتت ولا لسه في السكشن؟ هم خدتوا ايه؟ حاجه ربنا يديها خدتوا ايه؟ دي ان دي السكشن؟ اه خدت تجربه كبيره مش هتاخد جميل. في محلول اكتشفوا عالم اسمه فيلنج وفي محلول تاني جابوا عالم اسمه بنتت والاثنين نفس الفكره. دول محلولين اثنين لونهم ازرق. محلول فيلنج او محلول بندك دي محاليل لونها ازرق لانها بتحتوي على النحاس، والنحاس او الكبر بيبقى لونه ازرق. اللي بيحصل ان لو انا جيت على محلول فيلنج او بندك ده ورحت حاطط مونوساكرايد زي الجلوكوز مثلا، وبعد كده رحت مسخن الاثنين على بعض الجلوكوز على محلول فيلنج، هتيجي تبص تلاقي المحلول ده اتحول لون من اللون الازرق بقى لونه احمر. مش كده وبس، ده بقى فيه كمان راسب احمر في ارضيه الكوبايه من تحت او الانبوبه بتاعتك من تحت. انا حاطط لك صورته في المذكره. يبقى انت عندنا هنجيب انبوبه وهنحط فيها محلول فيلنج او بنتك، وده محلول لونه ايه؟ ازرق. لو حطيت عليه المونوساكرايد او الجلوكوز ورحت مسخن هتبص تلاقي تحول للون الاحمر، ده بقى فيه كمان راسب احمر اللي هو ريد بيريسبتيت. بيريسبتيت يعني راسب احمر. طب ليه الراسب الاحمر ده اتكون؟ الفكره كلها ان المونوساكرايد عمل اختزال في النحاس اللي موجود في محلول فيلنج او بنت.
فلما اختزلوا راح نحول لونه للزون اللي هو الماء. طلع كلمتين بالظبط اللي موجودين في الكتاب قال ان هو بيختزل النحاس اللي موجود هنا. انهي نحاس؟ قال بيختزل الكوبريك ايون. ايه الكوبريك ايون؟ اللي هو بين قوسين نحاس موجب 2 يعمل له اختزال فيتحول الى كوبرس ايون اللي هو سي يو موجب 1. ده لونه ازرق. اما ده لما يحصل له اختزال بالمون سكرايد هيبقى راس لونه ايه؟ لونه احمر. ممكن تستمر مخلص خالص وهندسها ممكن؟ المعادلة دي ده الكلمتين اللي موجودين في الكتاب. حاطط هو في الكتاب معادلة كده لا تسمن ولا تغني من جوع ليس لها صمت لازمة لأنها ناقصة نقص السنين. ماشي؟ وفيها فاكتورز وحاجات مش موجودة. أنا هديكوا المختصر المفيد بتاع الكلمتين بتوع المعادلة دي. بصوا كده معايا. القصة كلها إن المونوساكرايد فيها فري ألدهيد أو فري كيتون جروب. احنا اتفقنا إن مين الأكتف جروب بتاع المونوساكرايد بتاع الكربوهيدرات بصفة عامة؟ يا إما ألدهيد يا إما كيتون جروب. صح الكلام ده؟ طيب. لو المحلول اللي أنا حطيته اللي هو المونوساكرايد ده في فري ألدهيد او في فري كيتون جروب هي الفري ألدهيد او الفري كيتون هي اللي هتعمل اختزال في النحاس ده وتديني لون لونه احمر. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ باختصار شديد ومن غير لك وعجل كتير في الموضوع ده ادي الألدهيد جروب اهي اللي هي سي اتش او اللي هي مثلا اول كربونه فين؟ في الجلوكوز. هتيجي تتحط على محلول فيه محلول تيلنج او بندكت فيه نحاس. بصوا كده شكله عامل ازاي. سي يو او انا جايب منه جزئين 2 النحاس ماسك مع الاكسجين واحنا عارفين الاكسجين بيتشبع بكام رابطة؟ 2 والنحاس كده ماسك معاه يبقى ده 2 وده 2 يبقى ده نحاس ثنائي ولا احادي؟ ثنائي. لما بحط عليه المونوساكرايد اللي هو فيه ألدهيد جروب بص ايه اللي بيحصل. اللي هيحصل ان ده مجموعتين 2 من السي يو او يعني ادي سي يو او وادي كمان واحده سي يو او. صح كده؟ اللي حصل ان الألدهيد جروب خدت اكسجينه من الاثنين دول والاكسجينه دي راحت وقفت عند الألدهيد جروب فبعد ما كانت سي اتش او اتحولت لايه؟ COOH يبقى فيها كام اكسجينة؟ اللي اسمها كربوكسيليك جروب. طب ازالة اكسجين من على المادة اكسدة ولا اختزال؟ اختزال لان اضافة اكسجين اكسدة. طيب انا دلوقتي شلت اكسجين من على النحاس ده اصبح عندي كام اكسجينة؟ وعندي كام كبر؟ فالنحاس هيمسك الجزئين اللي فضلوا منه مع الاكسجين اللي فضلوا فيبقى CU2O يعني الاكسجين المرة دي ماسكة في كام كبر؟ 2. طب الاكسجين ثنائي ماسك بدراع مع واحدة ودراع مع واحدة كده انا خليت الكبر ثنائي ولا احادي؟ احادي. اصبح CU موجب 1. المعادلة ما تهمنيش في حاجة ولا هتجيلك في الامتحان ولا هيسألك فيه بس ليه؟ عشان حضرتك تفهم ايه اللي حصل. كل المطلوب من حضرتك تعرف ده طبعا لونه احمر اما ده قلنا لونه ازرق اللي هو السي او لونه ازرق. المطلوب من حضرتك ليه تحول من اللون الاحمر للون الازرق؟ لان المونوساكرايد لما يكون في اكتف جروب اللي هي في ألدهيد او كيتون جروب المجاميع دي لها القدره انها تعمل اختزال في النحاس اللي موجود في محلول فيه الانجوبندك واللي لونه ازرق فلما يختزل من فرق او من كوبريت ايون اللي هو سي يو موجب 2 هيتحول الى كوبرس ايون اللي هو سي يو موجب 1 اللي هو راصب لونه احمر فيتكون ريد بريسبتين. خلاص؟ يبقى تاني خاصيه موجوده عندنا ان المونوساكرايد لها ريديوسنج باور يعني لها قوه اختزاليه. ايه سر الاكتيفيتي بتاعتها اللي مخليها تقدر تختزل محلول فيه الانجوبندك؟
وجود الاكتف الضهيد او الاكتف كيتون جروب واللي لها القدرة ان هي تختزل محلول فهلنج وبندك كليلورو بلو او ازرق وتحوله الى ريد بريسيبتيت يعني راصب لونه احمر. ايه السبب؟ قلنا ان النحاس الثنائي اللي هو الكوبريك ايون هيحصل له عملية ريدكشن او اختزال وهيتحول الى كوبرس ايون اللي هو النحاس الوحادي اللي هو عبارة عن ريد بريسيبتيت. خلاص؟ طيب الخاصية الثالثة والرابعة زي ما اتفقنا قبل بس ما نطلع منها اخر سطر قاله في Reducing the Power قالت التست ده Not specific for glucose. طب ليه هو مش specific للجلوكوز؟ لان اي مركب تاني هيبقى فيه free aldehyde او كيتون جروب هيعمل نفس الحركة دي. لو انا جبت لاكتوز، لو انا جبت ملتوز، لو انا جبت اي سكر في فري الدهيد او كيتون جروب هيختزل فهلنج وبندك ويحولوه للون راسب احمر. يبقى دول اقدر اقول ان هو سبيسيفيك لاي ريديوسنج شوجر، يعني اي سكر بيقدر ان هو يعمل ريدكشن او اختزال في المحلول. ما تقدرش تقول الجلوكوز بس او الفركتوز بس او اللاكتوز بس. اتفقنا؟ الخاصيه الثالثه والرابعه زي ما اتفقنا اللي هي خاصيه الاكسده والاختزال، وان ممكن المونوساكرايد يحصل له اوكسيديشن او ريدكشن، ودي هنقول تفاصيلها في اخر الفصل. الخاصية اللي بعدها رقم 5 وهي خاصية تكوين أوزازون. ايه هو الأوزازون ده بقى؟ فهمت الخاصية اللي قبل دي؟ بسيطة، هي مش فيها فهم كتير. تكوين المعادلة دي يا جماعة عند الجوسنج باور ونفس الفكرة بالظبط بتاعت Reducing Power. هو ايه كان سبب خاصية Reducing Power؟ الالدهيد او كيتون جروب اللي هي الاكتف جروب، صح؟ قال برضو لان في اكتف جروب موجودة مع المونوساكرايد، فلو حطينا عليها مادة اسمها فينايل هيدرازين، بعد ما جبنا الفينايل هيدرازين ده وحطناه على المونوساكرايد وعملنا عملية بويلينج او غليان، هتبص تلاقي المركب اللي هيطلع ناتج الكلام ده مركب اسمه فينايل مش هيدرازين بقى، هيدرازون. يرجع بعد كده الفينايل هيدرازون موجود في التفاعل، ومين كمان موجود في التفاعل؟ فينايل هيدرازين. يروح راجع تاني الفينايل هيدرازون ماسك مع مين؟ مع الفينايل هيدرازين. فييجي الفينايل هيدرازون هيمسك المرة دي مع جزيئين اتنين من الفينايل هيدرازين ده علشان يديني في الاخر الأوزازون.
فانا لما احط المونوساكرايد على ماده اسمها فينايل هيدرازين وهجليكوس هيطلع لي مركب اسمه فينايل هيدرازون. والفينايل هيدرازون يرجع تاني جزيئين منه يمسكوا مع الفينايل هيدرازين ده علشان يديني في النهايه حاجه اسمها اوزازون. هو ايه الاوزازون؟ الاوزازون ده عباره عن كريستالات، حاجه كده لها شكل في الفراغ بتاخد شكل كريستالز او شكل بلوني. لما المركب ده بيطلع بنروح بصين عليه بالميكروسكوب لقينا ان كل مونوساكرايد او كل مركب هتحط فيه فري الدهيد او كيتون جروب هيكون لك اوزازون بشكل معين. يعني ايه؟ يعني لو كان المونوساكرايد اللي انا حاطه ده جلوكوز او فركتوز لان ان هو يتفاعل مع الفينيل هيدرازين ويديني فينيل هيدرازون، يتفاعل تاني مع الفينيل هيدرازين ويديني اوزازون عباره عن كريستال شكلها عامل كده. بيسموها نيدل شيب. نيدل يعني ابره على شكل الابره. في واحد تاني لما جه وصفها قال لا احنا هنسميها برومستيك شيب. ستيك يعني عصاية، بروم يعني المعش، على شكل عصاية المعش، ماشي؟ عصيان أو إبر. والله لو بصينا تحت الميكروسكوب ولقينا الشكل ده طالع قدامنا اللي هو شكل النيدل أو البروم ستيك، على طول أعرف إن المحلول اللي أنا حاطه ده طلع إيه؟ جلوكوز أو فركتوز. تمام؟ طيب، قالوا اللاكتوز لما جم يبصوا عليه لقوا ان اداني اوزازون كريستالات شكلها عامل زي دي كده بس متركز اكتر، يعني كذا واحده جنب بعض. فقال لك ده يبقى طيب باك اوف نيدل، يعني حزمه محترمه من النيدلز، يعني هنا شويه ابر صغيرين هنا ابر كتير رخامه يعني. قال لك طب لو كان مالتوز ده نوع من الدايساكرايد، انا المالتوز ده لو عملنا له الاوزازون تيست هنلاقيه واخد شكل وردة عباد الشمس، صن فلاور ابير او صن فلاور شيب. طب لو انا جبت محلول وحطيته على الفينايل هيدرازين وابص تحت الميكروسكوب ما لقيتش حاجه، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اصلا ما فيش فيه ولا اكتف الدهيد ولا كيتون جروب، لان احنا اتفقنا ان الاوزازون علشان يتكون السبب فيه هو وجود الاكتف الدهيد او كيتون جروب. بتتفاعل مع ماده اسمها فينايل هيدرازين هتديني مركب اسمه فينايل هيدرازون. الفينايل هيدرازون هيتفاعل تاني مع اتنين من الفينايل هيدرازين فيديني اوزازون. ايه الاوزازون ده؟ ده مركب على شكل كليستر كريستالز او بلورات كده، لو جيت تبص عليها تحت الميكروسكوب هتلاقيها واخده شكل معين. قال لك على سبيل المثال الجلوكوز والفركتوز لو عملنا له الاختبار ده هيديني شكل ابر او نيدل، هقولوا عليها برومستيك شكل عصيان. اما اللاكتوز هيديني شكل تايد باكس اوف نيدل، يعني نيدلز متجمعه جنب بعضها كتير. اما المالتوز هيديني شكل صن فلاور اللي هو شكل ورده عباد الشمس، هتلاقيها موجوده تحت الميكروسكوب واخده المنظر ده. ده كده بالنسبه للاوزازون. ده برضه عند حضرتك في الكتاب عامل لك معادله ناقصه. تمام؟ بكتب لك الفورمولا بتاعت الفينايل هيدرازين وكاتب لك حته من المونوساكرايد وبعد كده راح مكرر الثلاث خطوات في النص واداك شكل الاوزون في الاخر. برضه مش مطلوب منك انك تعرف دي ايه او تفاصيل المعادله نفسها ايه، اللي يهمني فيها انك تبقى عارفها كده من غير فورمولات. اللي عايز يعرف تفاصيلها ويعرف الفورمولات دي اتكونت ازاي ابقى اشرحها له مفيش مشكله. لكن انا اللي يهمني اللي مطلوب من حضرتك انك تعرف ان الاوزازون تيست ده اختبار بنتاكد بيه ان المونوساكرايد لها ريديوسنج باور، يعني لها قوه اختزاليه زي فيلينج وبندنج. الفكره بتاعته انه في وجود اكتف الدهيد او كيتون جروب عشان كده يقول ريديوسنج باور. هنا برضه لان في اكتف الدهيد او كيتون هتتفاعل مع مركب اسمه فينايل هيدرازين لما نغليهم مع بعض يديني حاجه اسمها فينايل هيدرازون اللي هيتفاعل مع اثنين فينايل هيدرازين ويديني اوزازون شكله بيختلف من مركب للتاني. الخاصية اللي بعد كده هي خاصية dehydration. dehydration دي يعني delay يعني بشيل، hydration يعني مية.
فعملية الديهايدريشن يعني عملية التكثيف. انا هجفف المونوسطرات. مكتوب عندكم بالضبط سطرين في خاصية الديهايدريشن. قال ايه في الديهايدريشن؟ قال والله المونوسطرايد مش المونوسطرايد وبس. طب كربوهيدرات كلها بصفة عامة. لو حطينا عليها حمض كبريتيك مركز كونسنتريتد H2SO4، حمض الكبريتيك هيسحب الميه اللي في الكربوهيدرات وينشفها ويطلع لي مركب اسمه فيرفوريك اسيد. هيطلع منه شويه مشتقات فبيسموها فيرفورال ديريفاتيفز، يعني مشتقات من الفيرفوريك اسيد ده. اللي يهمني ان الكربوهيدرات لما بنشيل منه الميه وينشف هيديني مركب اسمه ايه؟ فيرفوريك اسيد او فيرفورال ديريفاتيفز ومشتقات منه. وراح قايل هو ده البرنسبل او المبدا بتاع المولش تيست. نفهم القصه مع بعض. المولش تيست ده هو اختبار بنفرق بيه الكربوهيدرات من اي حاجه ثانيه، بروتين او ليبيد او اي حاجه ثانيه. يعني هو اديتك انبوبه وقلت لك فيها محلول، المحلول ده كربوهيدرات ولا لا؟ هتقول لي هعمل المولش تيست. لو طلع بوزيتيف يبقى انا في كربوهيدرات 100%. لو طلع نيجاتيف يبقى انا في اي حاجه ثانيه بقى، تطلع ليبيد، تطلع بروتين، تطلع فيتامين، تطلع زي ما تطلع. اتفقنا؟ طب بعمل المولش تيست ده ازاي؟ فكره المولش تيست ان لو ان ماده المفسول لو اتفعلت مع الفيرفورال ديريفاتيف دي هتديني لون بنفسجي. ركزوا معايا، اسكوكم ورق دلوقتي. فعملوا ايه بقى؟ جه العالم اللي اسمه مولش ده اخترع المحلول اللي حط فيه النفسول ده وسمى المحلول باسم مولش ريجن، يعني المادة بتاعت مولش. وراح جايب الانبوبة اهي راح حاطط فيها المونوساكرايد الاول او المادة انا مش عارف دي كربوهيدرات ولا لا. حلو؟ حطها. ده كده كربوهيدرات اهو. وبعد ما حطها راح حاطط عليها شوية من المولش. المولش ريجن المادة بتاعته اللي فيها نفسه. فانا دلوقتي حاطط المولش الايجنت وحاطط الكربوهيدرات او الماده اللي مش عارف هي كربوهيدرات ولا لا. خلطت الاثنين على بعض. وبعدين وبعد كده قال لك هات 2 مللي من H2SO4 حمض كبريتيك وهتعملوا التجربه دي في المعمل. والربع جاي من H2SO4 تنزله على جدار الانبوبه هنا كده، تخليه يجري على جدار الانبوبه كده. لحد ما عندك 2 مللي حطهم. واستنى شوية على الأنبوب. هتبص تلاقي ايه اللي يحصل. احنا اتفقنا اول ما احط H2SO4 هيعمل ايه في الكربوهيدرات؟ هينشف، هيشيل منها مية، هيشيل منها كم بالتحديد؟ 3 جزيئات مية. طب الكربوهيدرات اللي انا حاطه ده وحاط عليه H2SO4 اول ما H2SO4 هينزل عليه هيروح شايل منه مية فيحوله لمركب اتفقنا ان اسمه فيرفوريك اسيد. طب مش انا حاطط كمان على المحلول مولش، والمولش ده اتفقنا ان في حاجه اسمها نفسول هيروح متفاعل مع مين؟ مع الفيرفوريك اسيد اللي اتكون، ويديني حلقه تطلع في نص المحلول هنا بالظبط كده لونها بيربل. بيربل يعني بنفسجي. اول ما تلاقي الحلقه البنفسجي دي اتكونت على طول يبقى المحلول ده كربوهيدرات. تطلع بقى مونوساكرايد، دايساكرايد، ستارش، غلايكوجين، يطلع زي ما يطلع. لكن لو طلعت نيجاتيف وفضل المحلول زي ما هو لونه ما اتغيرش، اعرف كده ان ده مش كربوهيدرات، يطلع زي ما يطلع. خلاص؟ تاني اعيد الكلام ده. من خصائص الكربوهيدرات ان انا ممكن اعمل لها دي هايدريشن او تكثيف. دي هايدريشن يعني هشيل منها ميه. بالتحديد كم جزيئه ميه؟ بيتشال 3 جزيئات ميه، 3 H2. بيتشالوا بفعل مين؟ بفعل H2SO4 كونسنتريت حمض كبريتيك مركز. لو حطيناه على الكربوهيدرات بصفه عامه ايا كان نوعها هيشيل منها ميه.
فقلنا لما هيشيل منها ميه هيحولها لفيرفوريك اسيد. الفيرفوريك اسيد ده او مشتقاته زي حاجه اسمها 5 هيدروكسي ميثايل فيرفوريك اسيد، وده مثلا مشتق من مشتقاته. اول ما بيتكون من خصائصه ان هو ممكن يتفاعل مع المولش ريجنت او الماده اللي اسمها مولش، لانها بتحتوي على نفسول فتديني لون بيربل او لون بنفسجي. تمام، كل مطلوب من حضرتك ان انت تعرفه التفاصيل دي كلها هتاخدها قدام في العمل وهتعرفها وهتذاكرها وهتعمل التجربه دي. انا اللي يهمني دلوقتي بس شرحت لك المولش عشان تعرفه لنفسك وانت بتذاكر ما تبقاش كده حاجه غريبه عليك، كده كده هنشرحه قدام في العمل ده. اللي يهمني دلوقتي ان ابقى عارف ان من خصائص المونوساكرايد او الكربوهيدرات اللي ممكن يحصل لها دي هايدريشن يعني جفاف. مين اللي مسؤول عن الدي هايدريشن؟ H2SO4 بيشيلها كام ميه؟ 3 ميه. الناتج اللي بيطلع اسمه فيرفورال دريفاتيف. تمام، مشتقات من الفيرفوريك اسيد، والفيرفورال دريفاتيف بيتفاعل مع المولش ويديني بوزيتيف لو كان كربوهيدرات، نيجاتيف لو ما كانش كربوهيدرات. جنب المولش كده ممكن تكتب لي ان في نفسه جنب كلمه مولش اكتب كده نفسول، واكتب ان النفسول دون زائد الفيرفورال دريفاتيف هيديني سهم كده لون بيربل كولر لون بنفسجي. ماشي، ده معناه ان المحلول بالعربي كربوهيدرات اف نو كولر لو ما ادانيش لون اسيد يبقى ده نو كربوهيدرات. ده عشان تسهل لك المذاكره وانت بتذاكر في البيت. بنفسجي معايا المولش في نفسول بيتفاعل مع الفيرفورال دريفاتيف زائد الفيرفورال دريفاتيف هيديني لون بيربل ان كلر بيربل بي يو ار بي ال يو بيربل كلر لون بنفسجي. ده معناه انه في كربوهيدرات، لو ما ادانيش لون يبقى نو كربوهيدرات. خلاص، يعني هي اي ماده هيتشال منها الميه هتبقى فيرفورال دريبك. عشان كده ما بقولش فيرفورال، كل حاجه هتعطلك. تمام، صوتك حلو، صوتك حلو، صوتك حلو. الغنى زباله ادور لحد عشان يغني القسم بتاعتك. لا انا مش كنت عارف اغني بجد، اتمنى لو انا بعرف اغني اعرف اغني لنفسي والله، مش لل... مش لاي، مش روح التجارب الاداء والحبل دي، لا لا لنفسي عشان لما اكون زهقان اتصل اغني اتبسط. بس عادي غني غني وانت وانت مبسوط، حتى لو صوتك وحش ما انت بتسمع نفسك. لا انا خايف على الناس اللي جنبي. عندك احساس يا جدع عالي جدا، ما هو يزعل وهيروح مضايقني برضه، عارف لما تروح حاجه دي ويجرح مشاعري مشاعري. خد واحدك، انا بجد انا بجد مش انا بنام بالفعل. انا لو كنت تحت بجد هنام، فلا بلاش بقى بدل ما يزعل ويتكلم ايه تقول نصف او عارف عارف حركاته عامل زي العيل الصغير. ماشي، انا اسف انا اسف. مين ده الدكتور؟ هو بيكتب ايه كده؟ هو بيكتب ايه؟ ما اعرفش اشوف دلوقتي. مخلص الشيف المنتيشن. هو نط فيها ليه؟
ما تنامش. القهوة ما عملتش حاجة؟ لا عمل قعدتني ساعة. اه لا حرام لا والله ساعتين. سبحان الله هذا ناوى. القهوة ما بتأثرش فيها كافيين انتولرنت عادي بتحصل انا عارف انها بتحصل. انا بشربها عشان مزاج. انا عايز اشربها عايز اشربها. انا عمري ما بشربها بيقول الريد بول كويس. بس عمري ما جربت خالص ماليش فيه. اعتمد عليه مثلا هي كتير وهو بيديلك كل حاجه. عشان ادكشن بقى اوكي. سمعت برضه ان الهيروين حلو والكوكين حلو. كله نقول اكسس خد مثلا الفل مثلا الفل تمام ايوه اوه حبيبي ما خلصتش لسه والله. لا والله انت عايز انا في ثلاثة الداونلود بطيء عندي مع كمان كسر عايز تنام صح؟ ما اظنش في حاجه والله كنا عايزين ليجند اوف مور ذا فلاش ذا ارل. انا ما بحبش دي سي كوميكس يا وحي بحب مارفل. يا عم ايه بكره مش الاعاده لا انا انت عندك النهارده دلوقتي. لا والله بس راجع اربع حاجات ورا بعض انت مجنون يا هتنام هتنام. انا بقولك انا بنام مين عنده مراجعه؟ عنده احمد السيد مراجعه لانه كان ما حضرش في الاول. ايه لا والله. وانت طب روح كل لك حاجه روح اتغدى اتغدى خد لك الاكل جوه الكورس النهارده مع اسامه. انا حاسس اسامه احسن هو بقوله بمزاجه كده. ايه بس اللي بعد كده اسمه طب دكتور نزل الفرمنتيشن مش هناخدها. طيب في نص ثانيه نقولها كده بسرعه. الاخيره في الكيميكال اللي اسمها فيرمنتيشن. وفيرمنتيشن معناها تقمص. قال من خصائص المونوساكرايدز ان بيحصل لها فيرمنتيشن او تقمص. هل تعرف فيها الكلمتين ان اشهر مايكرو اورجانيزم خميره ممكن يشتغل على المونوساكرايدز ويعمل لها عمليه تقمص او فيرمنتيشن هو اليست. اليست اللي هي الخميرة بتخمر المونوساكرايدز وبتطلع منها ايه؟ بتطلع منها حاجتين اتنين. حاجة اسمها ثاني اكسيد الكربون ده ثاني اكسيد الكربون كربون دايوكسيد. وبتطلع منها حاجة اسمها ايثايل الكحول. ده بس كل اسهل تعرفه ان من ضمن خصائص المونوساكرايد ان المايكرو اورجانيزمز ممكن تشتغل عليها بالتحديد اشهر مايكرو اورجانيزم هو اليست او الخميرة ويطلع منها حاجتين ثاني اكسيد الكربون وايثايل الكحول. الجزء اللي بعد كده اللي هو الامبورتنت مونوساكرايد ديريفاتيف. ديريفاتيف يعني مش فخار. يعني انا ممكن بقى الجسم بدل ما يستخدم الجلوكوز زي ما هو لا اطلع منه مشتق او ديريفاتيف واستعمله. سكر الريبوز ممكن استعمله زي ما هو واحرقه واطلع منه انرجي او طاقه. ممكن الريبوز ده اصنع منه مركبات تانيه استخدمها استخدام اخر. يعني كل مونوساكرايد درسناه ممكن اطلع منه ديريفاتيف او مشتق. اول مشتقات عندنا حاجه اسمها شوجر الكحول. ايه الشوجر الكحول ده؟ شوجر الكحول هي مركبات او مشتقات او ديريفاتيفز بتيجي من المونوساكرايد بعمليه ريدكشن او اختزال. ونركز فيها قوي. اي شوجر الكحول من اللي اشرحه مع الصبور لما يجي يتكلم دايما سؤال يمسكوه المشهور ريدكشن اوف مونوساكرايد يديني يقول لك اختيارات شوجر الكحول شوجر اسيد امينو شوجر ولا 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 عشان تبقى عارف ان مين اللي بيجي بريدكشن الكحول شوجر الكحول. اختزل المونوساكرايد يديني شوجر الكحول. اختزل مين المونوساكرايد واحده في ورانا غيرها
الاكتف جروب اللي هي يا اما هيدروجين يا اما كيتون. كيتون جروب. طب هو اختزال اضافه هيدروجين ولا ازاله هيدروجين؟ ازاله اضافه هيدروجين. لما احط هيدروجين على الماده يبقى انا كده عملت لها اختزال. بص بقى كده اول مثال عندنا هو الريبوز. انا هضيف هيدروجين عشان اعمل اختزال للريبوز. يعني اكتب الجروب اللي فيه الديد ولا كيتون؟ ردوا عليا الديد ولا كيتون؟ الديد. الديد سي اتش او. هعمل لها اختزال ازاي؟ هضيف عليها هيدروجين. هي فيها كم هيدروجينه؟ واحد. هحط انا عليها كمان اثنين عشان يبقوا ثلاثه. ادي واحده هحطها جنب دي تبقى سي اتش 2 او اتش. يبقى انا حولت الالديهيد جروب من سي اتش او الى هيدروكسي ميثايل جروب سي اتش 2 اتش. ده كده اختزال ولا مش اختزال؟ باضافه هيدروجين. انا كده حولت الريبوز لمركب تاني او ديريفاتيف مشتق منه اسمه ريبيتول اللي هو الكحول بتاع الريبوز. طب هو الريبيتول ده انا مصنعه ليه؟ ما احنا قلنا ممكن الجسم يستفيد بالمركب بشخصه وممكن يحول المركب تاني يستفيد بيه. اهو الريبيتول ده الخلايا الجسم بتستخدمه تروح ممسكاه مع حلقه بروتين اسمها فلافين. يبقى المركب اسمه ايه بقى؟ ريبو جاي من ريبيتول فلافين. مين الريبو فلافين؟ ده فيتامين بي 2. خلاص؟ يبقى شوجر الكحول معناه ريدكشن اوف مونوساكرايد. وريدكشن يعني اختزال، واختزال يعني اضافه هيدروجين. هختزل مين؟ الالديهيد ولا الكيتون ولا الاثنين؟ قال لك دي او دي صح. والاختزال زي ما اتفقنا باضافه هيدروجين. طيب المثال بتاعنا الاولاني كان الريبوز. عملنا اختزال في الالديهيد جروب بتاعته باضافه 2 هيدروجين. فتحولت من سي اتش او الى سي اتش 2 اتش. بعد ما كان اسمه ريبوز هيبقى اسمه ريبيتول. طب ده بنستخدمه في ايه؟ الخلايا بتمسك الريبيتول مع بروتين اسمه فلافين فتديني مركب اسمه ريبو فلافين اللي هو فيتامين بي 2. طب الجلوكوز لما اعمل له اختزال هيبقى اسمه جلوكيتول. المنوز هيبقى منيتول. الجلاكتوز هيبقى جلاكتيتول وهكذا. خلاص؟ زي ما الريبوز بقى ريبيتول. طب نختزل كده مع بعض ونشوف كده. الجلوكوز اهو هنعمل اختزال الديهيد ولا كيتون؟ الديهيد. هنضيف كام هيدروجينه؟ اتنين. هتتحول الى CH2OH. كده بقى شوجر الكحول بتاعه بعد ما كان اسمه جلوكوز هيبقى اسمه جلوكوتول. جلوكيتول او له اسم تاني سورفيتول. الاثنين صح. ماشي. طب المنوز هو الجلوكوز بس الاختلاف طبعا ان الكربونه الثانيه والثالثه الاتش بتاعتهم ناحيه الشمال. خدتوا حاجه يعني؟ ربنا يفتح والله. هنعمل له اختزال. الاختزال هيبقى باضافه هيدروجين 2 فتتحول السي اتش او الى سي اتش 2 اتش. سي اتش 2 اتش تتحول من منوز الى منيتول. المنيتول ده شوجر اسيد ولا شوجر الكحول؟ شوجر الكحول. طيب بص لي بقى على الفركتوز. الفركتوز الديهيد ولا كيتون؟ كيتون. هعمل اختزال للكربونة رقم 2 اللي هي دي. هنختزلها ازاي؟ بإضافة هيدروجينتين. هنحط فين الهيدروجينتين؟ بصوا كده هنكسر الرابطة اللي ما بين الأكسجين والكربونة. بقت الأكسجين عايزة رابطة والكربونة عايزة رابطة. فتقوم تيجي اتش تقف جنب الأكسجين عشان تخليها تستقر، والاتش التانية تقف جنب الكربون. مين ده؟ مش ده هو ده بالظبط؟ بالظبط. يبقى الفركتوز لو انا عملت له اختزال هيتحول لمين؟ الجلوكوز ده سوربيتول اللي هو الالكحول بتاع الجلوكوز صح؟ يبقى السوربيتول بينتج من الريدكشن او اختزال الجلوكوز و طب ثواني كده ايه رايكم نرجع كل حاجه تاني لاصلها اهو وهنرجع تاني نعمل اختزال عند الكربون رقم 2 باضافه هيدروجين 2. هنكسر الرابط نحط اتش عند الاو واتش عند الكربون.
بدل ما حطوا الاتش المرة دي بالمنظر ده المركب شكله اتغير في الفراغ وجات الاكسجين الناحيات واتحطت الاتش جنبها والاتش راحت الناحية الثانية. ده كده مين؟ ده اللي هو المركب اللي جنبه ده اللي هو المانديتور. يعني الفراكتورز ممكن وانا بعمل له اختزال يحصل تغير في شكل الفراغ في مكانه، بدل ما يبقى ناحيه اليمين يبقى ناحيه الشمال، فيقوم يديني مانديتور. يبقى الفراكتورز لما بنعمل له ريدكشن او اختزال يا اما هيديني مانديتور يا اما هيديني سوربيتور. تاني شوجر الكحول مع بعض، شوجر الكحول ده بينتج من الريدكشن او عمليه الاختزال بتاعه المونوساكرايد. ريدكشن او اختزال يعني اضافه هيدروجين. اضافه الهيدروجين او الاختزال بيحصل عند مجموعه من الاثنين اكتف جروب، اما الالدهيد او الكيتون جروب. اضافه الهيدروجين هيحصل كالتالي: الريبوز لو ضفنا عليه هيدروجينتين هيتحول لريبيتول، هيمسك مع الفلافين يديني رايبوفلافين اللي هو فيتامين بي 2. لو ضفناه على الجلوكوز هيبقى سوربيتول او كلوكيتول. لو ضفناه على المانتوز يبقى مانيتول. لو ضفناه على الجلاكتوز هيبقى اسمه جلاكتيتول او له اسم تاني دالسيتول. دالسيتول ماشي. اما الفركتوز لو ضفنا عليه هيدروجينتين اثنين يا اما هيديني سوربيتول يا اما هيديني مانيتول. اخر حاجه من ضمن الشجر الكحول هي ان في مركب ممكن ينتج من اختزال الجلوكوز اسمه إيروزيتول. ده مركب عباره عن ست ذرات كربون، ست ذرات كربون موجودين في شكل حلقي سايكليك زي ما حضراتكم شايفين كده، والست ذرات كلهم ماسكين او اتش و اتش. ايه معنى دي؟ It's present and موجودة فيه. في المنظر ده كده. يبقى الإينوزيتول ده مركب شجر الكحول زي ما احنا شايفين، فيه ست ذرات كربون بيجي من الجلوكوز وما قالش أي تفاصيل فيه، ولا قال بيجي ازاي من الجلوكوز، ولا مطلوب من حضرتك تعرف عنه حاجة غير إن الإينوزيتول ده ممكن يبقى موجود في خلايا الهارت والمصر، فساعتها ممكن يسموه شجر اوف مصر او مصر إينوزيتول. يعني إينوزيتول اللي موجود فين؟ في مصر. عرف لي بس ان هو شجر الكحول وبيجي من الجلوكوز. من الطرائف بتاعت الإينوزيتول مش عليكم ان الإينوزيتول ده هو نفسه ممكن يشتغل كمكمل غذائي ويساعد في بناء الخلايا بتاعت الجسم، وفي نفس الوقت لو مسك مع كل او اتش من دول فوسفاتايا، يعني مسك فيه ستة فوسفات، هيبقى اسمه فايتك اسيد. فايتك اسيد ده موجود في الشاي على فكرة، وهو ده اللي موجود في الشاي جنب الأوكسالات واللي مسؤول عن عدم امتصاص الحديد والكالسيوم. يقول لك ما تشربش شاي بعد الأكل لأنه بيمسك في الحديد ويمنع امتصاصه. علشان في المادة دي، على الرغم من إن الإينوزيتول لحد ذاته هو مكمل غذائي ويبني الخلايا وبنعتبره فيتامين، إلا إن هو لو مسك في ستة فوسفات بيبقى اسمه فايتك اسيد، وبيمسك مع الكالسيوم والاير وينزل بيه الكوليسترول في البراز ويمنع عمليه الابزوربشن او الامتصاص بتاعه. خلاص انا كان المفروض اقول النهارده كمان الاوكسيديشن، بس مش هقولها عشان هي مهمه وعايز ابدا بيها الحصه اللي جايه. الحصه اللي جايه في موعدنا يوم الاربعاء في الصوت لو سمحت عشان اقول الكلمتين اللي عايز اقولها. يوم الاربعاء في 7:30 وفي الساعه 1 وفي الساعه 3. الناس تيجي تذاكر، الناس تيجي تذاكر. الحصه اللي جايه يعتبر اخلص المونوساكرايد. قاعد يبقى في امتحان من اول الكربوهيدرات لحد نهايه